السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حطيب في فيديو جديد. فيديو اليوم عندنا فكرة أسطورية يا أصدقاء، خلينا نشرح لكم. أمامنا 6 سيارات خارقة يا أصدقائي، هنا نجرب الانطلاق بأقصى سرعة نحو ذلك الجدار يا أصدقائي، ونشوف أي سيارة تستطيع اختراق الجدار بالسرعة القصوى. Let's go. إن شاء الله تعجبكم الفكرة، حطوا لايك واشتراك في القناة، تفرجوا الفيديو من الأول إلى الآخر لكي تدعمني، وخلوا لي تعليق حلو زيكم يا أصدقائي. مشاهدة ممتعة. بسم الله على بركة الله. السيارة الأولى هي اللامبورغيني يا أصدقائي. لقد اشتغلت اللامبورغيني. 1 2 انطلاق. صوتها طرب طرب. الله، لم تخترق اللامبورغيني الجدار بالكامل، نصفها الأمامي اختفى. أوكي، خلونا نجرب سيارة أخرى. السيارة الثانية معنا وهي الأودي أرويت، معدلة خارقة للعادة، خلونا نشوفها ماذا ستفعل للجدار. أوه الصوت، أوه طرب. لقد اخترقت أودي أرويت الجدار ولكنها انمعست. شوفوا كيف صار لها. السيارة الثالثة معنا وهي الفورميلا 1 فيراري، خلونا نشوف الفيراري ماذا ستفعل أمام الجدار. Let's go. اسمع اسمع صوت الوحش عندما يستيقظ. 1 2 انطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم يتبقى شيء من السيارة يا أصدقائي. بحكم أنها سيارة رقيقة وخفيفة لم تستطع اختراق الجدار ولكنها انمعست. خلونا نجرب سيارة اللاند كروزر مع شوقة العرب ووحش الصحراء، بإذن الله سوف تخترق الجدار. Let's go. خلونا نشغل المحرك. 1 2 انطلاق. أتوقع تخترق الجدار لأنها كبيرة. لاند كروزر حطمت الجدار ولكنها لم تخترق بالكامل. نيسان جي تي آر، هذه سيارة معشوقة الملايين. خلونا نشوف نيسان جي تي آر هل تستطيع اختراق الجدار. شغل المحرك، اسمع الطرب. 1 2 انطلاق. صوت أسطوري. اخترقت سيارة نيسان جي تي آر الجدار وتحطمت القليل من الأمام، يعني لو كنت أنت سائق في نيسان جي تي آر لن يحدث لك شيء، فهي سيارة آمنة 100%. خلونا نجرب الوحش. هذه السيارة يا أصدقائي تبلغ سرعتها 500 كيلومتر في الساعة، سيارة معدلة من اللعبة، عندها سرعة جنونية. خلونا نشوف هذا الوحش ونختتم به الفيديو. بسم الله، انطلاق. شوفوا القوة شوفوا القوة شوفوا القوة. شوف، لا أستطيع السيطرة عليه. أوه ماي جاد، يا ربي. والله وحش هذه السيارة يا أصدقاء. خلونا نعطوها فرصة ثانية ونجرب قوتها مسجل. هذه فرصة ثانية لسيارة الوحش. تشبه سيارة الكورفيت. أوكي، 1 2 انطلاق. وله وله، والله لا أستطيع السيطرة عليه يا أصدقاء. خلونا نجرب. هذه المرة ستضبط بإذن الله. انطلقي. والله وحش. يا ربي. خلونا نبدأ بالقليل بالقليل. هكا. أوكي. تم بنجاح. إن شاء الله عجبكم الفيديو يا أصدقائي، شكرا على تعليقاتكم الحلوة، وإن شاء الله نوصل 10,000 مشترك في أقرب وقت، ونوصل 100,000 والمليون بإذن الله، ليش لا؟